الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ ماذا قال؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هو وحده سبحانه وتعالى تفرد بخلقك، تفرد برزقك، تفرد بإحيائك وإماتتك، فكيف يصرف لغيره شيء من العبادة؟ كيف يصرف لغيره شيء من الطاعة؟ فالعبادة و التوحيد هذا حق خالص لله تبارك وتعالى. إذا لا إله إلا الله لا بد لمن أراد أن يستفيد منها أن يفهم معناها، ومعناها واضح. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. ومعنى هذا أن لا ندعو إلا الله، ولا نسأل إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، ولا نصرف شيئا من الطاعة إلا لله تبارك وتعالى. تعالى. 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 تعالى.